اليوم السابع بيتكلموا على جزئيه مهمه قوي هي بتتعلق بديانج، وبيقولوا ان في مصدر بالاهلي بيكشف حقيقه رحيل ديانج للدوري الانجليزي والتعاقد مع بن رمضان. بالمناسبه يا جماعه مش اي خبر، وهنا مش قصدي والله على اليوم السابع بس، يعني ممكن يكون فعلا المصدر تواصل معاهم، لكن بقول لحضراتكم عامه مش اي خبر تقروه ان مصدر قال يعني للزميل الصحفي الخبر يبقى فعلا في مصدر تواصل، لا في بعض الاحيان بتبقى اجتهادات بس بتتحط تحت يعني الشكل ده عشان يظهر لحضراتكم الخبر. لكن حته رحيل ديانج للدوري الانجليزي والتعاقد مع بن رمضان الكلام ده سابق لاوانه، مفيش اي يعني خطابات رسميه من اي فريق انجليزي يخص التعاقد مع ديانج او حتى فيما يتعلق بمحمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان احد ابرز نجوم الترجي هيبقى فيها صعوبه برضو، كلها حسابات وامور سابقه لاوانها، احنا لسه يعني في بدايه الموسم يعتبر يعني، فده امر مهم. طيب خلينا نروح سريعا ل